مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أهل المدينة مع فقرات متنوعة كثيرة. أرجو أن تستمتعوا بكل ما سنعرضه لكم اليوم، فابقوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: النفايات تعكر صفو الحياة في عدن، وسنتعرف أيضا على حكاية منارة عدن مع الرومان. هديل عبد الحكيم فنان مسرحي يقرأ مستقبلا جيدا للتمثيل في عدن. نختصر الأسبوع في فقرة الأخبار لنعرض لكم فعاليات وأنشطة تقوم بها عدن خلال الأسبوع في فقرة أسبوع المدينة. بتمويل كويتي احتفلت مدينة عدن بزفاف 100 عريس وعروس من ذوي الاحتياجات الخاصة. مشروع الزواج الجماعي الذي ضم عرسانا من محافظات إقليم عدن يعد الأول في اليمن لفئة المعاقين، ويهدف كما يقول القائمون عليه لإدخال السعادة والبسمة إلى قلوب هذه الفئة المجتمعية. احتفت مدينة عدن باليوم العالمي للمسرح الذي يصادف سنوياً 27 من مارس، وشهدت الفعالية التي أقيمت في معهد الفنون عرض مسرحية يعود تاريخها إلى 100 عام، وهي رواية قديمة كما ذكر مخرج المسرحية. احتفلت كلية المجتمع في مدينة عدن بتخرج 120 طالباً وطالبة من أقسام التسويق والمالتي ميديا والمحاسبة. وعلى هامش الفعالية تم تكريم أسر شهداء الطلاب الذين استشهدوا في حرب ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح على عدن. ناقش المجلس الأهلي بمدينة الشهداء الصالح سابقاً بمديرية البريقة مع مندوب اللجنة الصحية في اللجنة الكويتية العليا سبل تقديم الدعم الكويتي المخصص لتأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات. وتلقى المجلس الأهلي وعوداً كويتية بحل مشاكل المياه والكهرباء التي تؤرق حياة المواطنين في موسم الصيف الحار. هنا عظمة إنسان، هنا وحي الزمان، هنا تنتصب أقدم منارة في كريتر عدن بشموخ، وحتى اليوم بجوار ملعب الحبيشي لكرة القدم، وهي التي يعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 1200 عام. منارة عدن إلى الآن تاريخها في نوع من أو مجهول شوية هكذا، يعني مساحة المياه مياه البحر كانت ترقم في هذه المنارة، وهي كانت عبارة عن فنار يوجه للسفن التجارية، لأن مدينة عدن مثل ما قلت لك يعني فيها الكثير من المتغيرات الحديثة التي مع التطور طبعا العمراني وغيره ردمت هذه الأماكن. لو ننظر إلى المقدسي عندما تحدث عن عدن وتحدث عن مسجد أبان، يعني في مقولة لا يقول أن هذا المسجد في منأى عن المدينة، معنى إن خلف المدينة مسجد أبان، معنى هذا إن المدينة كانت ما قبل مسجد أبان وما أمامها إلى منطقة البحر إلى هذا الفنار الذي كان بمثابة معلم للسفن التجارية القادمة من جنوب شرق آسيا أو أيضا من شرق أفريقيا. منارة عدن على قاعدة مضلعة متخذة شكلا مخروطيا، وتتكون من 6 طوابق ليصل ارتفاعها إلى 21 مترا، ولها سلم حلزوني من 86 مدرجا يؤدي إلى قمتها من الداخل. تصميم هندسي أبدعته يد صانع ماهر بأدوات بناء لم تكن مصنوعة بآلات حديثة الابتكار، تخفف عبء نقلها وصناعتها كما هي عليه مواد البناء اليوم.
تباينت المصادر التاريخية حول بناء منارة عدن ومسجدها، فهناك من أعاد تاريخ بنائها إلى عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، في حين أن آخر يرى أن بانيها هو وزير الدولة الزيادية الحسين بن سلامة، ومصدر ثالث أكد بأنها تعود إلى عهد السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب، إلا أن الراجح لدى المؤرخين أنها موغلة في القدم وتعود إلى العصور الأولى للإسلام. للمأذنة عدة منافذ أوسعها في الدائرة العلوية، حيث آخر طابق فيها يؤدي إلى المئذنة. الله أكبر الله أكبر لا نداء الأذان لم يغب يوماً بل بقى على مر الأزمان، كما هي المنارة الأثر الباقي من جامع عمرو بن العاص الكبير كان قائماً. المنارة هذه طبعاً عدن اشتهرت بالجوامع، هذا العلم بأن هذه المدينة اشتهرت بالجوامع، جامع النبي، جامع التوبة، جامع العندي، جوامع كثيرة في عدن، وكان من أبرزها أيضا يسمونه جامع المنارة. هذا يقال بأنه في أيام الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، يقال أنه في أيامه هذا الجامع، وطبعا الجامع حيث هو ويعني احتضن عدد كبير من المسلمين وعدد كبير من الفقهاء والعلماء في هذا المسجد. الأستاذ عبد الله محيرز قام بهذا الجهد وبارك الله فيه وشكر له على هذا العمل، وجاء خبير باكستاني وعمل عملية شد لهذه المنارة دون أن يعني، لأنه يعني إيش لما أقول له سمكرة صحية، سمكرة آثارية للمبنى، يعني إنه يبقى على قيمته التاريخية، بس كيف أنا أقوم بعملية صيانة من الداخل وأشد من هنا وأجيب من هنا أعمدة أسخرة ثانية، لكن القيمة الأثرية لا تزال قائمة. هذه قام بها الأستاذ عبد الله محيرز بالمبادرة منه للسفارة الباكستانية، وحكومة باكستان قالت طالما أنه أثر إسلامي الخبير قادم إليكم، قاموا خبير كف لهذا الغرض. وقد تهدم بفعل القدم والعوامل الطبيعية، وقد شوهدت المنارة مع مسجدها في رسومات البرتغاليين إبان غزوهم لعدن خلال الفترة من 918-921 للهجرية، أي في الأعوام 1513-1516 ميلادية. والشيء المذهل في تلك المنارة أنها تميل سنتيمتراً واحداً كل عام، وهو اللغز نفسه الذي نراه في برج بيزا المائل في إيطاليا. إنها منارة عدن تتحدى الزمن، فلم يستطع لا الوقت ولا الأحداث المتتابعة عليها أن تحنو من شموخها، مع أنه كان حري بالدولة أن تهتم بها أكثر وتجعلها مزاراً للسياح والزائرين والراغبين في التعرف على حضارة هذا البلد.
سمعنا بعبارة النظافة من الإيمان، فإذا كانت النظافة هي مقياس لتحديد درجة الإيمان، فلنسأل أنفسنا أين نحن من الإيمان اليوم؟ مدينة عدن الجميلة تعاني من انتشار القمامة والمخلفات في كل مكان، فأين المنقذ وأين الحل؟ رغم الجهود الملحوظة إلا أن النظافة في عدن لم ترقى إلى المستوى المأمول، فالمخلفات والنفايات في الأحياء والشوارع لا تخطئها العين، ولا تزال بحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود المجتمعية، لكن شريحة من المجتمع ترى الأمر من منظور آخر. قضية النظافة علينا منها كثيرا في الأيام الماضية، وأكيد أن البلد مرت بحرب ضروس، وهذه الحرب أنتجت مخلفات، لكن لا يعني ذلك أن في ظل وجود الدولة الآن والسلطة الحالية أن يتم إهمال مثل هذه الخدمات الأساسية التي المواطن بحاجة إليها. النظافة سيئة جدا، يعني بسبب تقصير يعني الموظفين وأصحاب البلدية وكذا، لا ندري ايش يعني المقصرين فيها، اللهم يمكن لم يستلموا الرواتب. في تقصير كثير من عمال النظافة صراحة، ما نعرف ايش السبب، هل يمكن معاشاتهم، هل يمكن ما فيش رقابة عليهم عشان هكذا تكاسلوا. لكن احنا كطلاب وكمواطنين قمنا بحملات قبلها، كنا حملة سويناها على كنا في ساحة العروض في الشابات، سوينا حفلة حملة بالأسى، والحمد لله مشت الحملة، لكن في كثير من المواطنين متقاعسين صراحة. شبه التواجد لعمال وآليات النظافة في عدن بات يطرق مخاوفاً تشكل هاجساً يتسع نطاقه، خوفاً من تمدد النفايات في الشوارع والأحياء مرة أخرى، وهو ما يدفع الأهالي إلى التساؤل عن تفاقم المشكلة. نحن اللي نريد أن المسؤولين عن صندوق النظافة وعن النظافة في ساحة البيئة هذا النزول باستمرار يلاحظوا هل العمال متواجدين. بعض الأحيان العامل بيجلس أكثر من 10 أيام ما يجي الشارع. على العمال اللي يكونوا امينين في عملهم، سواء ان يستلموا معاش ما يستلموا معاش، بالنهايه هذا عملهم، وان شاء الله يلاقوا الخير قبل رواتبهم. وكمان الى المواطنين انهم يقوموا بحملات، وان كل واحد يقوم بنظافه حيه مدينته حارته. السلطة المحلية في عدن تتحدث عن جهود قالت انها تسعى خلالها لتحسين اوضاع النظافة ورفع المخلفات. عندنا ايضا فريقين من شركات اجنبية، شركة اجنبية من صندوق عام النظافة، بدأت العمل معنا من يوم أمس، فرقة في القاهرة من 50 شخص، بعد الظهيرة بيكون، وهكذا في المنصورة 50 شخص، لمدة 3 أشهر سيستمر عملهم معنا من أجل تنظيف هذه المدينة. لكن واقع الحال يصطدم بعراقيل عدة، فمطالب عمال النظافة وتكرار مطالبهم تكاد تكون حكاية طويلة لا انتهاء لفصولها. ومن ناحية أخرى واقع أمني معقد له تداعياته على قضية النظافة أيضا. لحد الآن ما نستلمش الرواتب، عاده أقشار 2 عدنا ما استلمتوش لحد الآن. إيش السبب لعدم استلامكم؟ ماشي كل ما نقل بريدات ماشي بيس قاسين نقريد نازلين طالعين، وقد اشتلت علي راتبين من داخل إب، أقل ما هنا يقولوا اسحبوها من إب. يعني الشيوم حولوا لنا الرواتب حقنا عبر البريدات هنا، يعني عبر الإدارات حقنا نملك، دحين نحن نستلم الرواتب حقنا يحولوا من تعز من إب. جاهدة تسعى إدارة صندوق النظافة وتحسين البيئة لجعل عدن تبدو في أحسن مظهر تخلو فيها من مخلفات القمامة، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فثمة ما يقف عائقا يعترض طريق المطامح ويسد أفق تنفيذ الأعمال. الأستاذ وليد الحكيمي مدير إدارة النظافة والصندوق لتحسين المدينة، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية نحن جئنا اليوم لكي نساهم في المسؤولية في نظافة عدن باعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، ونود منكم أن تسلطوا لنا الضوء على المشكلة وأسباب هذه المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أهلا وسهلا فيكم في محافظة عدن. صندوق النظافة وتحسين المدينة صندوق يعني برفع المخلفات الصلبة من المحافظة وإظهار المحافظة بالشكل اللائق لها حضاريا وثقافيا. محافظة عدن المحافظة الثغر الباسم للجمهورية اليمنية. طبعا الصندوق يسعى حثيثا إلى إظهار المحافظة بالشكل النظيف واللائق بها وبمكانتها. خلال فترة الحرب التي استمرت أكثر من 120 يوم تعرضت المحافظة إلى اضطهاد وحرب ظالمة أدت إلى خسارة معظم أسطولنا، تقريبا حوالي أكثر من 60% من أسطول
صندوق النظافة وتحسين المدينة خرب ودمر وفقد، والجزء المتبقي لدينا عبارة عن آليات قديمة متهالكة أصبحت لا تفي بالغرض الكبير الذي يجب أن تؤديه في رفع المخلفات من 8 مديريات تصل إلى حوالي أكثر من 500 طن أو 450 إلى 500 طن يوميا. جديدة وفرتها لكم الهلال الإماراتي، ماذا يعني هل ستساعد هذه الحاويات في حل المشكلة؟ طبعا الصندوق منذ الحرب وكان يسعى إلى رفع المخلفات ويسعى حثيثا إلى عدم الوصول إلى الوضع الكارثي البيئي الذي كان بدأ يظهر في المحافظة بظهور بعض الأمراض الخطيرة الفتاكة الذي سمعتم عنها، حمى الضنك والتيفود والملاريا، وإلى الآن نحن نعاني مما ترتب عليه هذا الوضع السيء الذي مرينا فيه في منذ 25 مارس 2015 إلى الآن. نحن نحاول أن نتواصل مع معظم منظمات المجتمع المدني، مع معظم المنظمات الدولية من بينها الصليب الأحمر الدولي، من بينها مكتب اليونيسف، من بينها الهلال الأحمر الإماراتي الذي صراحة أجدها فرصة إلى أن أوجه له الشكر باسمي وباسم قيادة صندوق نظافة وباسم محافظة عدن إلى الشكر الجزيل الذي أداه أو الجهد الذي أداه. وقام الهلال الأحمر الإماراتي طبعا بتسليمنا مؤخرا أكثر من 1500 حاوية سعة 1 متر مكعب من الحاويات وعدد حوالي 12 سيارة ضاغطة فرامات تم توزيعها على مديرية المحافظة، ساهمت بشكل كبير في إظهار المستوى النظافة في المحافظة، لكننا نطمح إلى الوصول إلى العدد السابق الذي كان يمتلكه الصندوق آنذاك. صندوق النظافة والتحسين المدني كان يمتلك أكثر من 70 إلى 80 سيارة. هناك فعاليات أخرى يعني تبع مجتمعية ومنظمات مجتمع مدني ساهمت أيضا في حل مشكلة النظافة، حل مشكلة القمامة التي كانت تغرق فيها مدينة عدن. صحيح، الصندوق يتبنى قضية المشاركة المجتمعية منذ تأسيسه، ونحن نعتمد وننادي بقضية المشاركة المجتمعية الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني، ونسعى حثيثا إلى إيجاد هذه الصلة ونربطها بشكل قوي، وهذا تجلى حديثا في أيام الحرب. حقيقة أنا أوجه الشكر والتقدير لمنظمات المجتمع المدني، الجمعيات والمؤسسات، الذي قام الصندوق قبل فترة قصيرة بتكريم حوالي أكثر من 60 منظمة، تكريمها للجهد والشعور بالمسؤولية تجاه النظافة. النظافة قضية مجتمعية، مسؤولية الجميع، ومن هذا المنطلق سعت المنظمات إلى إقامة حملات التشجير، حملات النظافة في الشوارع في الأحياء، أيضا حملات التوعية في المدارس في الشوارع بقضية وضع المخلفات في المكان المخصص لها. ساهمت المجتمع المدني بمساندة الصندوق والوقوف إلى جانبه في الوقت الذي كان الصندوق عاجز عن أداء مهامه في النتيجة للظروف التي ذكرتها سابقا. عظيم، أنتم تحدثتم قبل قليل عن المشكلة أنها تفاقمت في أيام الحرب أو بدأت وتفاقمت في أيام الحرب وقبل الحرب. الآن بعد مرور تقريبا عام على انتهاء الحرب، ما هي المشكلات التي يعاني منها صندوق النظافة والتحسين؟ طبعا ما زلنا نفتقر إلى الآليات. آلياتنا كما تحدثت يعني أكثر من 60% من آلياتنا تم تخريبها، خربت أثناء الحرب، استخدمت استخدامات عسكرية للأسف الشديد وخربت. نحن نسعى إلى الوصول إلى العدد الصحيح والذي يلبي إمكانية رفع المخلفات من المديريات وإظهار المدينة بشكل لائق. نسعى إلى 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 الوصول إلى المرتبة التي وصلنا لها في 2009، بحيث وصلت هذه المحافظة قضية النظافة والتحسين ليست جديدة، إلى أنظف مدينة، أنظف محافظة على مستوى 21 المحافظة آنذاك في 2009 تحصلت على المركز الأول. نحن نسعى إلى الوصول أو الاحتفاظ بهذا المركز. حقيقة نحن لن نستطيع الوصول إلى هذا المركز ما لم نمتلك الآليات التي تتناسب وتتماشى مع كمية أو مخرجات هذه المحافظة من المخلفات. نحن بحاجة إلى حاويات، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى أدوات أو قطع غيار. نحن كنا نمتلك ورشتين، هذه الورشتين خاصة بترميم وصيانة الآليات كلها فقدت، كلها نهبت أبان الحرب، ولذلك نحن بحاجة إلى آليات جديدة، سيارات جديدة. طبعا هناك وعود وهناك طبعا جهود ومساندة من منظمات المجتمع الدولي مثل الصليب الأحمر، مثل برنامج اليو ان دي بي. لو تحدثنا عن السلوك المجتمعي
تجاه النظافة وتجاه يعني المساعدة والمساهمة في حل هذه المشكلة، وجعل مدينة عدن تعود إلى سابق عهدها مدينة نظيفة وأنظف محافظة مثلما ذكرتم سابقا. صحيح. ما هي الرسالة التي تقدمها للجمهور، أو ما هي الشكاوى التي تشتكون أنتم منها للناس؟ طبعا نحن في 2009 ما توصلنا إلى المركز الأول حقيقة لا بجهود الصندوق ولا بآلية الصندوق. نحن وصلنا في 2009 إلى مستوى أو المستوى الأول نتيجة لوعي الوعي المجتمعي أولا. الوعي المجتمعي الذي أقصد به يعني أنه المواطن نفسه يستشعر أنه قضية النظافة هذه قضية حضارة، قضية ثقافة، وقضية يهمه أولا. أنا لما أخذ المخلفات وأرميها في المكان المخصص هذه ثقافة، هذه الذي أوصلتنا إلى أننا نرفع مستوى الأداء وتحصلنا على المركز الأول. هل تجد اليوم في المواطن هذا الوعي وهذا السلوك الرشيد بأن يساهم في النظافة؟ طبعا يعني تفاجأنا بعد الحرب ببعض السلوكيات السلبية، لكن نحن لا نعممها. نحن نتمنى أن نبعد الغبار عن تلك القطعة الذهبية التي هي مواطني محافظة عدن. مواطني محافظة عدن مجتمع متحضر متعلم يعي مسؤولياته، مجتمع متحضر ولكن طبعا أنا أجدها البناء ولكن الأسهل والهد صحيح. صحيح. نحن ما بنيناه في خلال السنوات الماضية وتحصلنا على أفضل يعني محافظة على مستوى 21 محافظة إلا بالوعي المجتمعي. نحن عندنا مركز يختص بقضية رفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع، مركز توعية تابع صندوق النظافة وتحسين المدينة، يشتغل على مدار الساعة في المدارس، مع الجمعيات، مع المنازل، مع المحلات التجارية. لكن نحن نتمنى على المواطن الكريم أن يساعدنا ويساندنا في جهود النظافة. هناك سلوكيات مجتمعية خاطئة، مثلا أن يرمي المواطن القمامة بجانب الحاوية ولا يرميها داخل الحاوية مع بقاء الحاوية فاضية. نعم، على الرغم من أن الحاوية تكون فارغة. كذلك هناك مشكلة سمعت عنها أن هناك سرقات للحاويات، كذلك هناك حاويات أنتم نشرتوها في مختلف المديريات ولكن أحيانا تجد حاوية مثلا خرمكسار موجودة في المعلة وهكذا، وبعض الحاويات تختفي تماما. طبعا نسبة الحوادث هذه قليلة جدا، موجودة لكنها نسبتها قليلة جدا، لا تتراوح يعني حاوية أو حاوية ما في بعض المديريات. لكن أنا اللي أريد أن أستدعيه فعلا وقلت سابقا روح المسؤولية عند المواطن العدني في محافظة عدن. أتكلم عن بما أنه صندوق النظافة يختص ويعتني بقضية إظهار المحافظة ونظافة المحافظة محافظة عدن، نحن نتمنى على المواطن أنه يستشعر بمسؤولياته ويشعر أنه هذه الآليات فعلا آلياته، هذه السيارة ما أتت إلا من الرسوم الذي يدفعه هو شهريا في فواتير الكهرباء، فواتير الماء، فواتير التلفون. فهذه السيارة، هذا الصندوق بكل ما فيه ملك للمواطن أولا. هذا الصندوق ما وجد إلا لخدمة هذا المواطن، ووجد أصلا هذا الصندوق من المواطن نفسه، من الرسوم الذي يدفعها المواطن. فلذلك أريد أن يستشعر المواطن أنه هذه الحاوية هي ملكي أنا، هذه السيارة هي ملكي، وقضية الحفاظ أو مسؤولية الحفاظ عليها هي من مسؤوليتي. نعم، هو ملك للجميع. صحيح. طب قبل اللقاء ذكرتم لي أن هناك خطط مستقبلية لجعل هذه المكتب أو جعل صندوق النظافة يكتفي ذاتيا، لو تعرج لي على بعض هذه الخطط مثلا موضوع التكرير الذي تقومون به وغيره. طبعا نحن في 2013 عقدنا مؤتمر سميناه المؤتمر الأول للنظافة، كان في 7-8 يناير 2013. أنا ذاك كان هدف هذا المؤتمر أنه يخرج بحلول تساعد الصندوق في إيجاد بدائل أو إيجاد موارد جديدة للصندوق، لا يعتمد الصندوق على قضية الرسوم المتحصلة أو الضرائب المتحصلة من المحافظة. لكن بدأنا نفكر بقضية الريسايكلينج لإعادة تدوير المخلفات، وبدأنا ننشئ، كانت إحدى مخرجات هذا المؤتمر أنه أنشأنا إدارة اسمها إدارة إعادة المخلفات الصلبات التابعة لصندوق النظافة وتحسين المدينة. هل لا تزال هذه الإدارة فاعلة هي حتى بعد موجودة الحرب؟ نعم موجودة، لكن تحتاج إلى تفعيل، تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى رؤية، تحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي بأن هذه قضية إعادة تدوير قضية كبيرة جدا. ولكن العالم كله الآن بدأ يفكر أنه نحن ما زلنا نفكر أنه القمامة ما زالت مشكلة. العالم ينظر إلى هذه القمامة بأنها مورد اقتصادي لا ينضب، ممكن النفط ينضب يكمل، لكن هذه القمامة يوميا يخرجها المواطن المنازل وبشكل كبير جدا وبالأطنان. تستفيد منها بقية الدول يعني الكبرى، تستفيد منها أطنان من الأموال. نعم، الصين تستورد من الدول العربية ما يعادل سنويا 2 مليار، بما يعادل 2 مليار دولار
تشتريه مقاومة من الدول العربية وتعيده بعد يعني نهاية السنة، وتكون قد عملت له إعادة تدوير وتصل إلى حوالي 12 مليار دولار، يعني بفارق 10 مليار دولار. العالم كله ينظر إلى هذه المخلفات بأنها مورد اقتصادي. تركيا استفادت من المخلفات. نعم، تركيا، الإمارات، المملكة العربية السعودية، والآن مصر أيضا تقوم بعملية فرز وإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، سواء كانت العضوية أو البلاستيكية والزجاجية والورقية إلى آخره. التدوير هو عنوان عريض لخطة مستقبلية، ولكن الحلول التي تسعون إليها حاليا، الحلول المتاحة أمامكم. قضية النظافة لها علاقة كبيرة جدا بمستوى الأمن في المحافظة. نحن كنا في صندوق النظافة في السنوات الماضية نعمل على مدار الساعة، وكنا نفتخر بهذا الشعار: عمال النظافة يعملون على مدار الساعة فكن عونا لهم. فنحن نتمنى أن الوضع الأمني يستقر في محافظة عدن، ونعود كما سابق عهدنا في السابق، ونستطيع أن نعيد البرامج التي كنا نطبقها. أيضا برنامج الجمع المباشر كان إحدى سمات هذه المحافظة، أقصد برنامج الجمع المباشر أنه خدمة رفع المخلفات من المنزل إلى المقلب بدون بقائها في حاوية أو في الشارع. نحن كان عندنا خدمة في السابق، نتمنى الآن، نسعى الآن في الأشهر يعني هذا تصور لقيادة الصندوق أنه يبدأ يعيد هذا البرنامج. إذا استتب الوضع الأمني إن شاء الله وتوفرت لنا الآليات الجديدة بإذن الله، سوف نعيد هذا البرنامج، وهذا تصور خلال الأشهر القادمة إن شاء الله. نحاول نعيد هذا البرنامج اللي هي قضية أخذ أو رفع المخلفات من المنزل إلى السيارة مباشرة إلى المقلب. أستاذ وليد الحكيمي، مدير إدارة النظافة، شكرا لك وأعانكم الله على مهامكم. شكرا لكم، أهلا وسهلا بكم في عدن. مشاهدينا، أهو إهمال مجتمعي أم تقصير من قبل الحكومة أو الجهات المختصة؟ السؤال: إلى متى سنظل نتلفت إلى بعضنا غير مكترثين بتحمل مسؤولياتنا؟ ورسالتي إلى كل من يشاهدنا: ابدأ بنفسك قبل غيرك، واعلم أن نظافة مدينتك من نظافة منزلك. لكل قصة عدة أوجه، ونحن في أهل المدينة نبحث دائماً عن وجه من وجوه الإبداع يحاول أن يثبت نفسه بالإصرار والعمل والمثابرة. تابعونا. التمثيل فن قديم بقدم الحضارات الإنسانية الأولى، وأصبح مع مرور الأزمان مهنة عمل وجد فيها الكثيرون طريقاً للتعبير عن أنفسهم وإمكانياتهم وما يجتاح تفكيرهم، وبريداً للتواصل المباشر مع الجمهور الواسع. طبعاً قدرنا أن نصبح ممثل. طبعاً أول شيء أنا ليس لي علاقة، كانت من قبل أيام الثانوية وأيام تاسع، سوف أكرر في كل مقابلة تعمل معي أنه أنا في ثانوية في تاسع ده ما كانش لي علاقة في المسرح أو المسرح المدرسي أو شيء. وأنا اللي دخلت المعهد يعني كذا في ظروف كذا خلاني ألجأ للمعهد، سمعت أنهم يقبلوا شهادة تاسع، وأنا كان معي حقيقة شهادة ثانوية منتهية تقريبا 6 سنين مر عليها، فدخلت ودرست والحمد لله ربنا وفقنا وصلحنا حاجات حلوة كذا. يا ابن الدائرة، أوعدكم أنكم لو انتخبتونا فإنني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن حزبي العظيم أعدكم أننا سنهتم بأكثر المواضيع التي تورق دائرتنا الحبيبة ووطننا الغالي. هديل عبد الحكيم واحد من أبرز الممثلين الذين عملوا بالمجال الفني والتمثيلي في عدن، طارقاً أبوابه المتعددة متنقلاً بين التمثيل المسرحي إلى التمثيل التلفزيوني والإذاعي. أول عمل معروف هذيل كان فيبا مش معروف كده مليح هذيل كان فيبا بالأصح كومبارس وكومبارس. طبعا أول عمل ما كان همسة وعيال الخمسة مع أخي وابن حفتي المخرج محمد اليافعي، فكانت أنا مشهدي، أنا كنت تقريبا سنة أولى في المعهد، فكان في معي مشهد بس مش في نهاية المسرحية، مشهد أدخل مع جثة ابن الأسرة اللي مات يعني، فأدخل أطرح الجثة وأخرج وبعدين بس يا أستاذ دفع قليلة خلاص كده أديت المشهد اللي عليك. طب وأنا واقف كل يوم مصلح بروبات أو على هذا الشيء، كنت أتمنى أن محمد قولي قل جملة يا خالة ابنك مات، أتمنيت كده، فتلاقينا كل يوم عمل
استاذ محمد خلاص يعني كملنا المشهد حقنا، ده كان اول ظهور لي على خشبه المسرح. لا تضحك على نفسك، هذه اول خساره في اول مهمه لك، جرح بسيط ويسقط منك السلاح ويتم تقييدك وخطفك. كم كنت اتمنى لو كان ذلك الجرح مميت. الم ينل اعجابك ايها الامير؟ استجاب لموهبته المدفونة في أعماقه والنداء المستمر الذي ينطلق من داخله، فبدأ مشواره التمثيلي منذ أن التحق بمعهد جميل غانم للفنون لترسم له الحياة بعد ذلك طريقه نحو تجسيد الشخصيات بفن راق وحرفية عالية، ليصبح اليوم الممثل هديل عبد الحكيم. طبعاً أنا شوفي لو ساني أجيت في أول دور حواري بدون ما أدرس في المعهد كان فاضي يعني باتوه. ليش؟ لأنه أنا في البداية لما دخلت معهد جميل غانم من الفنون كان في امتحان كذا تقدر تقول على كاستينج صلح إنه امتحان قبول، فمشيت صامت نصلح فيه شغلات ذا حدث ونهاية وبداية قصة ومدري إيش والعقدة فكنت أصلح المشهد مشهد صامت طبعاً، فكان كل مفصل من مفاصلي وأنا ذاكر المشهد لحد الآن مشهد نقاب استخدم الخشب والأشياء وهمية طبعاً تتعامل مع الأشياء والشغلات دي، فكان في كل مفصل في ده بداية الفصل الأول كانت ما تصيرش إن أنا مقدرش أنا كده أتكلم مع الناس مع الجمهور وده في الأقناة دائما يطلع أفتاش أستهدد حبة فيقول لي أي جمهور وأنا مستعد أتكلم معه فوق الخشب. هديل عنده شخصية رائعة جداً، خلوق، وقت التعامل وقت التصوير يعطينا جو أخوة مش جو عمل، فهذا الشيء اللي خلانا احنا نحبه اكثر ومتمسكين فيه بالبرنامج الجديد. هديل انا كنت اروح لما اسمع انه في مثلا مسرحيه بيقدمها او حاجه زي كذا اروح اتابع الشخصيه دي، وحابب الشخصيه من زمان انه تكون معنا بعمل. بدايه ما كنا ببرنامج نقاش كنت اقترح انه استاذ هديل يكون معنا كممثل استاذ هديل، بس ما حصلتش موقف يجمعنا حافي بقول انه يجي مثل معنا. لا الحمد لله مش بيجي مثل، لا لان احنا معنا برنامج نشتغله كامل تحت ادارته. انطلق هديل عبد الحكيم في عالم المسرح ليؤدي على خشبته أجمل الأدوار صاعداً السلم درجة درجة ليصل إلى مستوى الإتقان باعثاً رسائل عدة لجمهوره المتنوع. يعني في أعمال كده خاصة لأشخاص يعني ندمت إن أنا اشتغلت فيها، وفي أعمال زي ما قلتي تفضلتي إنه أيوة في أعمال حلوة بس ما حصلتش حقها. يعني مثلاً في أعمال مثلنا في بو اسمه الولا الوطن أعتقد إنه هذا ما حصلش حقه، في أعمال اسمه مبدعون ولكن أعتقد إنه هذا ما حصلش حقه رغم إنه كنا نناقش قضية خطيرة جداً نعاني منه الآن. في أعمال كده وفي أعمال يعني ما شاء الله طبعا هذه الاعمال اللي تميز فيها واتمنى ان اي واحد يجي يقول له شفتنا يقول يا اخي انا شفتك يقول له مثل في كذا كذا صح في مسرحيه كذا كذا في زي كذا. هذه الاعمال اللي هي بصراحه يعني طبعا مع فرقه خليج عدن وكان عمل كرت احمر ومسلسل فرصه اخيره بالذات يعني، وفي اعمال اخرى اشتغلنا مع بعض بس هذول العملين يعني احس انه هديل بن شويه له لمجموعه الشركات. طيب بس هذا له تخصصي ولا مجال عملي؟ أنا صحفي إخباري مش مسوق. لا 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 ما تقلق، أنت بيكون معك طاقم كبير متخصص في هذا الموضوع، أنت بس قودهم وبنستفيد من خبراتك الصحفية وأنا متأكد. تعلق فؤاد هديل بالمسرح على الرغم من صعوبة الأداء فيه، فالمسرح هو مواجهة حقيقية مباشرة بين أداء الممثل والجمهور المشاهد المستمع، ليس فيه إعادة ولا أخطاء يمكن تفاديها أو حذفها حد قول هديل. طبعاً أنا أموت على الشغل مش الجسدي، إنما أنا أموت على الشغل النفسي أكثر يعني اللي يكون تراجيدية على مشاعر ودراما وشغلات كده أو حتى كوميديا، ولكن يعتمد على الأحاسيس شوية، فأنا أموت على الأدوار هذه بالضبط. ما أنكرش إنه في معي شيء كوميدي، ولكن أتمنى كده مثل دور يعني نفساني
كذا، بس نفساني نفساني مش نفساني زي الايام دي الوهم مثل نفساني، لا نفساني حقيقي يمكن بالنظره بدون ما اتكلم بدون ما اصلح الحركات دي. في شخصيه كذا براسي احاول ابتكر الهديل انه استصعبه عليا، فهي مصعبه عليا، واتمنى ان كذا اواجه الجمهور فيها. برشا برشا يا مدلل، برشا برشا مش على قلبي تسلل، برشا 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 يا مدلل. إلهي برشو عم غالك. تجربته في الإذاعة لم تكن أقل صعوبة من تجربة المسرح، حيث أن الإذاعة لا تعتمد إلا على الصوت، لذا يتوجب على الممثل التركيز أكثر فيما يقال وكيف يجب أن يقال، على عكس التلفاز والذي تألق هديل فيه كما تألق في المسرح والإذاعة. شغل الإذاعة أصعب بكثير من شغل التلفزيون أو المسرح، لأنه شغل الإذاعة أنا لوجهة نظر فيها وشليتها طبعاً من فهمي للعمل أو من خبرات من أساتذة سابقين اشتغلت معهم، إنه لازم في الإذاعة حركتك، بكائك، تعابيرك، ما تشوفش الناس، لازم تبينها بصوتك، فهذا صعب جدا جدا جدا، عكس مثلا في التلفزيون ممكن تقول وحركة جسدك تبين إنك مقهور أو شيء، لكن لا بالإذاعة ما أشوفكش، مش اسمعك وأنت مقهور يعني، أنت في بك ألم، في بك خوف، في بك، فشغل الإذاعة صعب جدا، ولكن مظلوم شغل الإذاعة كثير يعني. وهديل يعني معروف بأخلاقه وطيبه وبتعامل الراقي معنا يعني كطاقم، أنا كمصور ما تعبش معه يعني، ما شاء الله حتى لو غلط بشيء هو يعطيني من خبراته السابقة، سوي كذا افعل كذا، الزوم هنا، فوكس هنا، ما شاء الله عليه. مرة كنت معه في مسرح ويعني كاريزما تعابير وجهه ما شاء الله عليه، وحتى يعني لو في ممثل صاعد طلع معه ياخذ قوة إيجابية وينفتح معه وينطلق بالكلام مع هديل. أدى هديل خلال مسيرته الفنية الكثير من الأدوار وجسد العديد من الشخصيات، رغم أن أجور الممثلين هي أقل ما يمكن للمرء أن يعيش بها حياة كريمة وتضمن له أقل أساسيات الحياة، لكن طموحه يتطلع إلى ما هو أكبر في عالم المسرح. هديل عبد الحكيم وإن كان يرى أوجهاً للقصور في مستوى التمثيل في اليمن عامة وعدن خاصة، وعلى نقابة الممثلين الغائبة أو غير الموجودة أصلاً. مستقبل عدن أنا أتفائل بإذن الله خير إن شاء الله، ولكن في صعوبات تواجه نحن في عدن كلنا عارفين، وكلنا مش ضروري نتكلم عنها لأن كلنا عايشين فيها. في طفرة الآن شباب خرجت يعني، أو فكر خرج إنه أركز كاميرا أو أحمل كاميرا أو أحمل ستاند ولا الشغلات دي، قدك مخرج ومصور وممثل ونجم هوليودي، ففين التصنيف؟ يعني مكتب الثقافة غايب عننا بدي الأشياء، فبرضو يعني ما ننكرش إنه في بعض الشباب مبدعين، ولكن في أسس يجب أن نتعلمها. إلا أنه يقرأ مستقبلاً جيداً للتمثيل في عدن في حال توجه الشباب ومن يرى في نفسه الموهبة إلى تعلم أصول المهنة، وإن كان عن طريق دورات يقدمها معهد جميل غانم للراغبين. فمعهد جميل غانم فاتح صدره لهذه الأشياء، إنه يفتح دورات يعطيهم الأسس دي الخفيفة، مش مشكلة يعني. يعني نحن أنا أشوف في دول خارج البلاد يعني دول أجنبية عربية كانت حلوة يعني كذا، فمتعاملة بالموضوع بحزم لأنه الممثل هنا يقدم رسالة. كغيره من الممثلين يحتاج هديل إلى الدعم والاهتمام، فمن دون مسرح أو دور سينما أو حرية إعلامية مفتوحة أن للراغبين في التمثيل أن يجدوا سبيلا إليه. يا من يعز علينا أن نفارقهم، إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، ويبقى الخير دائما في الأرض وفي معدن الإنسان وفي وصل الأهل وتعمير المدينة وفي أهل المدينة. إلى اللقاء.